إن شاء الله راح نتكلم عن أشياء بسيطة، وهي عن علاقة بعض الأدوية مع كبار السن، إدراك كبار السن وعلاقة البصر في كبار السن، بعض المواضيع المهمة التي تفيد كبار السن، أيضا أكل العلاج والأمراض التي تتوالى على كبير السن يجب مراعاتها من جميع النواحي، سواء كانت نفسية أو عقلية أو جسمية أو يعني مرضية أو عضوية، ويجب مراعاة حواس كبير السن بسبب أن في هذه الفترة يزيد يعني ضعف الحواس، من الضروري مراعاته في أكل الدواء بالوقت المناسب أيضا والقيمة المناسبة، أو سوف يحصل الضرر كبير على صحته. أيضا أما النوم فإن المسن تقل قدراته على النوم ساعات طويلة، فهو ينام مبكرا ويستيقظ يعني كثيرا، وبالتالي فهو ينام ساعات أقل ليلا، ويحتاج إلى النوم في النهار أيضا أكثر لتعويض ما يفوت عليه من الراحة. أيضا ننصح بمراعاة المسنين وأعطائهم الراحة والساعات الراحة أكثر، ومحاولة النقاهة النفسية والعقلية والجسمية من جميع أنواع الأمراض والتعب. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.